الأردن مع المغرب. المغرب أكيد تفرشت أكيد شفت. الحمد لله دعسناهم وإن شاء الله ندعس البرتغال وراهم إن شاء الله. إن شاء الله بإذن واحد أحد الفوز مغربي والكأس مغربي إن شاء الله. أنا مصري وبحيي كل المغاربة إن شاء الله. فوز عرب إن شاء الله. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. قدموا أداء حلو ولعبوا وحافظوا على مسك الوسط استحوذوا على الكرة والأخير فازوا. كل متعاون مع المغرب وقاعد يدعموهم ويشجعوهم. الجزائر كل الدول العربية تساند المغرب وإن شاء الله فالهم كأس العالم. عشرين العربية إن شاء الله وستبقى عربية. شرفونا المغارب وشرفوا ورفعوا راس كل العرب وإن شاء الله مسهل اتجاه الفاينل والكاس إن شاء الله فالهم الكاس بإذن الله. أنا تونسية شجعت المغرب إن شاء الله بعد تأهل الربع النهائي إن شاء الله يتأهلوا نصف النهائي ويأخذوا الكأس يا ربي. نتمنى لهم كل قلبي يا ربي. شوف الاداء تاع اللاعبين. بيان سور تفرجت في الماتش ما شاء الله عليه. ما شاء الله على بونو ما شاء الله على الرقراقي ما شاء الله عليهم كلهم ربي يحفظهم يا ربي. وان شاء الله الفرحه عربيه والكاس عربيه يا رب. مصر بس النهارده لاحظنا النهارده ده حدث تاريخي فريد من نوعه ان المغرب شرفت العرب كله. وانا بشكر كل لاعب في المغرب وكل جماهير المغرب والعرب كلهم وبشكر دولة قطر على التنظيم المشرف ده وبشكر الأمير وكل الشيوخ قطر لأن قطر بصراحة شرفت العرب وقدموا صورة طيبة جميلة للعالم كله. فأنا فخور إن أنا موجود على أرض قطر دي. شكرا جزيلا. مباراة 10 على 10 ما شاء الله لا إله إلا الله. الشباب كلهم ما قصروا ولعبوا ويستاهلون الفوز وبالنصيب وعقبال البرتقال بإذن الله.